الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع ادله القواعد الاصوليه من السنه النبويه، وهذه كما قلنا من باب التطبيقات العمليه في ابواب الاصول، وهذا ابداع في التصنيف، لان كتب الاصول كانها قاعده واحده، وحتى الامثله يعني ينقل كل عالم أتى بعد عالم ينقل ما قاله العالم نقلا تاما غير منقوص حتى بالأمثلة. فهذا تطبيق عملي، وهذا تدريب أيضا حتى ندخل على إرشاد الفحول، وأنا أنوي إن شاء الله شرح أيضا جمع الجوامع، لأن هذا إتقان الأصول بعد ذلك. أنت بلغت إلى منزلة فيها ما فيها من الإتقان، وكما قلت لكم كثيرا، يعني كثير، يعني أنا لابد أن أقول هذا الكلام، عمر أعمار ضاعت هباء منثورة، وستضيع أعمار كثيرة أيضا هباء منثورة بسبب الطريقة التعليمية التي يمشون بها، وهي مسألة القارئ الذي يقرأ على الجالسين، وهم يجلسون محترمين، يعني ناس طيبة الحمد لله، بيربعوا أيديهم كويس جدا، وبعد ذلك وحتى يعني تربية الإيد دي أتت بفائدة، يبقى في أدب مع الآخرين، أو عدم كيد أو شمادة في الآخرين، لا غير موجود. فهذه الطريقة لا تثمر عالما بحال من الأحوال، ولا تخرج عالما بحال من الأحوال، والساحة مليئة وأنتم ترون بكثرة كاثرة دون أدنى يعني تواني، والكل الجميع ناس طيبة، وهذا الذي تستطيع تكلم فيه، ناس طيبة جيدة جدا، لكن تقول إلى علم أو أنت تذهب لتأخذ منهم علما أو ترتكز عليهم في النوازل، لا، هذا بعيد أبعد ما يكون. فلابد من عود على الطريقة الصحيحة، الطريقة المنهجية الصحيحة، الطريقة التأصيلية العلمية الصحيحة، لا الطريقة التثقيفية، وإلا احنا ماشيين أكثر من 20 سنة هي طريقة تثقيفية، لكننا أطفينا عليها ثيابا تسمى ثياب الإيه؟ التأصيل العلمي. هذا أنا عندي الذين كانوا يعيشون ظهرا على الثقافة وهم يظهرون أنها ثقافة، على الأقل علموا المقدار والمعيار الذي يمشون عليه، ومن يأخذون منه ومن لا يأخذون منه. لكن نحن أصلا نعمي على الناس على أنها طريقة تأصيلية منهجية، وهي ما هي إلا طريقة تثقيفية، وأطفين عليها التأصيلية، وبعد ذلك ترى الخواء. هذه مشكلة كبيرة جدا، فنسأل الله جل وعلا يعني أن يجند لهذه الأمة من يحفظ لها أو يحفظ بهم شريعتها. الأدلة المختلف فيها، احنا تسعينا الحمد لله من الأدلة النبوية في قواعد الأصول للأدلة المتفق عليها، وثم دخلنا في الأدلة المختلف فيها. اليوم الكلام على قاعدة الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب هي قاعدة من الأهمية بمكان، وإن كان فيها بعض النزاع عند بعض العلماء، لكن ليس نزاعا شديدا. يعني قاعدة الاستصحاب، الأدلة النبوية على هذه القاعدة، قاعدة الاستصحاب حجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرت الله، إذا ذكرت اسم الله وسميت، قال إذا 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 أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وأيضا قول سلم: وإن وجدته، يعني لو رميت بعثت أرسلت عليه كلبك أو رميته بسهمك، قال: فإن وجدته غريقا فلا تأكله، قال: فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو كلبك، فإنك لا تدري الماء قتله أو كلبك. فهذه فيها هنا احتراز بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بأنه لو وجدت هذا الصيد، البط أو الحمام أو ما أرسلت عليه كلبك، فوجدته في الماء غريقا، فيعني بعد مدة وجدت الكلب أمامه وهو غريق في الماء، فأخرجته من الماء، فقال: لا تأكل، لأنك لا تدري كلبك قتله أم مات غريقا. طيب، هنا يدل على أن استصحاب الأصل في الذبائح الحرمة، الأصل في الصيد والذبائح الحرمة، فهنا استصحب الأصل لما وجد الشك. استصحاب الأصل هنا الحديث يدل على استصحاب الأصل لما وجد الشك، فأنت لا تدري كلبك قتل أم الماء قتل، ارجع للأصل. الأصل عدم الحل إلا أن يأتي دليل بيقين على الحل. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خلطها كلاب من غيرها، يعني أرسلت كلبك المعلم وخلطها كلاب من غيرها، لا تدري هو معلم أم لا، سميت عليه أم لم يسمى عليه، قال: فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. أيضا هي المسألة دائرة على نفس الأصل، أنك شككت الآن
كلبك قتل، طب الكلاب الأخرى التي قتلت، طب كلبك أنت تأكدت أنك سميت قبل أن ترسل، لا تدري أسمى من أرسله قبل ذلك أم لا، إنما يأتي الشك بترجع إلى الأصل، والأصل هنا التحريم. فهذا كله كل هذه الأحكام في هذه الأحاديث والآثار عفوا تدل على استصحاب الأصل. إذ الأصل في الذبائح والصيد إيش؟ الحرمة. طيب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هو عامة جاء الحديث برواية أخرى أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما أشكل في بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج، لا تنفل، لا 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 ينصرفن أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. ليش؟ هذا استصحاب أصلا، لكن هو استصحاب أصل، لكن أي أصل؟ اسمه استصحاب الدليل. هذا استصحاب الدليل، لأنه أو استصحاب الحكم السابق، لأنه لما توضأ صار طاهرا، فحكمه الآن صار طاهرا، فلا يمكن لا يمكن أن نقول بانتقاد هذه الطهارة بشك، ولكن بإيش؟ بدليل يقيني. يبقى إذن، ولذلك العلماء في قاعدة الاصحاب أنها حجة استنبطوا منها قواعد فقهية كثيرة وقواعد أصولية تشترك بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، اللي هي بقاء مكان على مكان، بقاء مكان على مكان، وأيضا القاعدة الثانية والقاعدة من الأهمية بمكان، بقاء مكان على مكان، والقاعدة الثانية هي قاعدة لا يزول اليقين بشك، لا يزول اليقين بشك. طيب، أو لا يزول الشك إلا بيقين، لا يزول يقين إلا بيقين، ولا يزول يقين بالشك، هذه القاعدة الثانية. طيب، هذه المسألة يبدو نضرب عليها أمثلة حتى الإخوة أيضا يعني يتصوروا مسألة الاستصحاب. الحق بأن أقول هناك خلاف بين العلماء، هل الاستصحاب حجة أم لا؟ استصحاب الأصل، استصحاب الدليل، هل هو الاستصحاب العدم، استصحاب الثبوت، هل هو حجة أم لا؟ في كل أنواع الاستصحاب الأحناف يقولون ليس بحجة، ليس بدليل، ليس بحجة وليس بدليل. فعن الأدلة هذه التي سردناها عليكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنها إيش؟ على أنه حجة، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بذلك، وجمهور الفقهاء من السلف والخلف طبعا قبل المدرسة الشافعية بأسرها والمالكية والحنابلة كلهم يقولون باستصحاب الأصل، حتى التطبيق العملي للشافعية في التطبيق العملي أيضا يقولون باستصحاب الأصل. هذه مسائل يعني إن وردت في كتب الفقه وفروع الفقه لا تجد إلا ما قلت لك بمسألة الاستصحاب، وإن كان هناك عند التطبيق بعض الاختلافات والتنازع على أن التصور بأن هذه الصورة تقع تحت هذا الدليل أم لا، فقط يبقى المسألة مسألة تطبيقية محضية. الاستصحاب نوعان، استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي، وهذا هو الأصل، هذا هو أصل استصحاب العدم الأصلي، أو استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية. كأن تقول مثلا رجل تسأله صليت اليوم 10 صلوات أم لا، علمت أنه قد فرض الله عليك 10 صلوات، فيقول له الرجل لا، ما صليت إلا 5 صلوات، الزيادة هذه غير مشروعة وهي ممنوعة. الأصل براءة كما يقولون في هذه المسألة، الأصل براءة ذمة المكلف من أي عبادة، الأصل براءة ذمة المكلف من أي شيء، وبعد ما وحد لا دليل فعلا لا شيء عليه إلا أن يأتيه الدليل على الإفارة. يبقى الأصل براءة المكلف، الأصل براءة ذمة المكلف من شغل الطاعة حتى تأتيه البينة، فلا يجوز أن يقال له أنك عليك أن تؤدي الزكاة 2 في حول واحد فيقول له لا ليس علي. طيب، الأصل براءة ذمة ليس علي زكاة أصالة، الأصل براءة ذمة المكلف حتى تأتي البينة. فإن قال له عليك 6 صلوات قلنا له أيضا الأصل براءة الذمة ليس عليه إلا 5 صلوات. إذا قال، وطبعا هذه استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب أيضا استصحاب الدليل اللي هو الحكم السابق بال5 صلوات، لكن نحن نقول عندما ننظر إلى هذه المسألة نقول العبد المكلف المؤمن لا يلزمه شيء، لا يجب عليه شيء إلا إذا كان الدليل. لذلك نحن نقول دائما لا يجوز للإنسان أن يقول يجب عليك أو يحرم عليك، لا يجوز له ذلك، وهذا من التقدم بين نادي الله ورسول، لان الاصل براءه الذم كما قال الله تعالى في علاه ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالاصل براءه الذم حتى ياتي الدليل. وايضا الاصل براءه ذمه المدعى عليه من دين، جاء زيد فقال العمر اني لي عليك ان لي عليك 1000 من الدنانير، فياتي عمرو يقول ليس لك علي من شيء. الآن لو القاضي اختصم الاثنان عند القاضي، القاضي يحكم لمن؟ لعمرو أم لزيد؟ زيد ادعى 1000 على
عمرو. القاضي يحكم لمن؟ لعمرو. الاصل ان هو الان هو استصحاب الاصل، الاصل عدم عدم الدين، الاصل عدم براءه ذمه الانسان من الدين الذي عليه. ولذلك الانسان قال بين على المدعي واليمين على من انكر، يبقى المدعي هذا هو الذي ياتي بالبين، المدعى عليه ليس عليه ذمه شيء، لان الاصل براءه ذمته من ذلك، الاصل براءه الذمه. وايضا الاصل براءه الذمه في امور كثيره جدا، بانك تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانات، مش هذا يقال شائع وذائع عند الناس؟ هذه يعني الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة في ذلك. أيضا الأصل براءة البراءة، براءة من استصحاب العدم الأصلي. أيضا استصحاب الحكم الثابت، استصحاب الحكم أو اسمه استصحاب الدليل، وهذا فيه منازعة بين العلماء، فيه منازعة أصولية بين العلماء، الاستصحاب الدليل. وإحنا عندنا البراءة الأصلية أيضا لابد أن تنظر إليها أصوليا، لأن البراءة الأصلية عندما تكون عندك هي براءة أصلية، أي دليل ممكن يحركها. لكن لو جاني دليلان، دليل مثبت للبراءة الأصلية ودليل الناقل الأقوى الدليل الناقل، إلا أن تجد في السياق أو في القرائن المثبت يقوي، لأنه الأصل أن 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 أنك مهيأ لما سيأتيك من الأحكام، هي فيها تهيئة لك من الأحكام التي ستأتيك، فهذا هو الأصل. فالعلماء يقولون الذي جاء يثبت الأصل والذي جاء ينقل الذي ينقل هو الأقوى، إلا تدل دلالة على ذلك. يبقى النوع الثاني من الاستصحاب استصحاب الثبوت أو استصحاب الدليل أو استصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت بدليل حتى يأتي الناقل. فلك أن تقول مثلا كاستصحاب حكم الوضوء المتيقن، دخل الرجل بعد صلاة للظهر، فدخل فتوضأ وأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء، ثم ذهب فصلى السنة، ثم أقام الرجل الصلاة فصلى مع الإمام، فبعدما انتهى من الصلاة انشغل بعمله، ثم جاء إلى العصر أراد أن يكبر ليصلي العصر، بعدما أقيمت الصلاة نظر فحدثته نفسه انتقد وضوئي أم لا، فلا يدري. هنا طرأ طرو الشك، طرو الشك على يقين لا يؤثر، طرو الشك على يقين لا يؤثر، لأن هو أصالة مستيقن أولا في حكمه الأصلي. هو ماذا فعل؟ توضأ، يبقى استيقن الطهارة. فإذا إذا شك نستصحب الأصل، والأصل الحكم الذي ثبت له هو الطهارة اللي هو ثبت له بيقين. طبعا هذه مسألة أشكالت حتى المالكية وعلى بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هذا جاء تصريحا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل إني أجد شيئا في بطني، فقال أشكل علي في بطني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من الصلاة، لا تنفتن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، تسمع صوتا أو تجد ريحا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك دلالة على أنه قال اعتمد على طهارتك الأصلية والطهارة التي أنت عليها. لكن المالكية نظروا نظرة ضيقة، المالكية نظروا في ذلك فقالوا نفرق بين ما كان خارج الصلاة وداخل الصلاة، ولا تفريق، صحيح راجح لا تفريق، لأن القاعدة هنا استصحاب الحكم، هذا استصحاب الأصل أو استصحاب الأصل الثابت، الحكم الذي ثبت بدليل. من ذلك أيضا استصحاب حكم حياة المفقود، استصحاب حكم حياة المفقود. وإذا قلنا زينب تزوجها عمرو، ثم عمرو ذهب مسافرا فلم يرجع عاما، والعام الثاني الأصل الحكم بحياته، فلا إرث، ولو ترك خلف أموالا كثيرة فلا إرث، وأيضا لا طلاق لامرأته، امرأته لا تتزوج هي رهينة له، فالحكم بحياة المفقود حتى تأتي القرينة القوية التي تثبت ذلك. فلذلك العلماء قالوا إلا أن يأتينا هي ما زالت امرأته وما زال المال ليس بإرث حتى يأتي بيقين موت هذا الرجل. وبعضهم وقتها بتوقيته، وبعضهم وطبعا عمر بن الخطاب نقل عنه أنه وقتها بإيش بأربع سنوات، أنه قال بأن هذا هو الغالب على الظن بأنه إن لم نسمع خبرا عنه في خلال الأربع سنوات فإذا هذا الرجل قد مات فيحكمون بموته بهذا. لكن هو طرو في الفقدان، الطرو لا يمكن أن يزيل ما ثبت بيقين حتى يأتي أو تأتي القرينة القوية على ذلك. استصحاب الملكية الثابتة أصالة، يعني لو قلنا بأن رجل يملك بيتا، وهذا البيت معلوم أنه قد أمالك هذا البيت بإرث من أبيه أو من جده، فهو معلوم لدى الناس جميعا أن هذا البيت هو بيت ثابت هذا البيت. فبعد خمس سنوات جاءت امرأة ومع أهلها وقالوا هذا بيتي، إتنا البيت، أنت كنت أجيرا عندنا وهذه البناية لنا. فقلنا هذا الدعاء، وهنا قد ثبت حكم رجل السابق، ثبت هذا الحكم بدليل، والعرف حتى الناس يشهدون بالشهود ببينة بأنه الملك له، فلا يمكن أن نقول بإزالة الملك استصحابا لأصل الملك. استصحابا لأصل الدليل الذي جاء الدليل لإثبات حكم معين، هذا الحكم يبقى على ما هو عليه،
لا ننتقل منه إلا إذا أن تأتي القرينة تثبت ذلك النقل. من ذلك أيضا استصحاب أن حكم شغل الذمة بدين حتى يأتي الدليل على قضاء هذا الدين. بمعنى زيد له عند عمرو 1000 درهم والناس جميعا جاءوا سألوه لك كم؟ قال أنا لي على عند عمرو. زيد قال لي عند عمرو 1000. فقال اكتبها. كتبها حتى وأخذ الورق وضعها عند رجل أمين. لكن رجل أمين سافر. طيب وجاء زيد أمام الناس قال لي عندك 1000. قال نعم أنت لك عندي 1000. بعدها بأسبوع جاله قال أنا أحتاج 1000، اديني بال1000. دعك من الورقة لأن الشهود شاهدوا جميعا بأن على عمرو 1000. فقال اتيني بال1000. قال أعطيتك إياه، اتق الله، ألا تتذكر إني جئتك وأعطيتك إياه. هنا لو لم نجد أي بينة عند أي أحد منهما، فلا بد أن نرجع إلى حكم الأصل. الأصل أن ذمته قد انشغلت بالدين، وطرو السداد لا قرينة عليه، لا دلال عليه. يبقى ثبوت حكم الدين هنا وانشغال الذمة بهذا الدين هو الأصل. فنقول له الأصل أن عليك دين، الأصل أنك لم تدفع الدين، هذا الأصل، إلا أن تأتي ببينة على ذلك، إما إقرار من الدين وإما الشهود، هذه بينة، وإما فأنت عليك أن تدفع هذا المال. هذا ظاهر جدا في هذا الباب. وأيضا لو مثلنا ذلك، الأصل بقاء حكم الزوجية إلا أن يأتي الدليل في طرو الطلاق. الأصل بقاء حكم الإيش؟ الزوجية. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يعني زيد تزوج هندا، أو قول عمرو، أو عمير تزوج بثينة، عائشة، المهم هو تزوج امرأة وبقى عقد النكاح، بيبقى عقد النكاح ثابتا. فهذا عقد النكاح إذا جاءت عائشة بعد عامين خلاص قتلها. كلما يدخل عبوسا، كلما تطلب شيئا لا تجده، فقالت بعد عامين أنت طلقتني، الحمد لله الآن الطلاق وقع. فالرجل الآن كأنه ذهل، كيف تقول، كيف تتجرى على أنها طلقت؟ فتقف أمام القاضي. لو وقفت أمام القاضي ماذا سيقول؟ سيقول لها الآن الأصل أنه زوجك، والطلاق طارئ. طرو الطلاق لا نثبته بعد ثبوت الحكم بالنكاح وقسيمة الزواج معه. يبقى طرو الطلاق لا نثبته ولا نعتمده إلا بإيش؟ إلا بقرينة، إلا بدليل. هذا اسمه استصحاب الأصل، وهذه مهمة جدا. يعني هذه كما قال بعض العلماء في قاعدة بقاء مكان على مكان، وأيضا اليقين لا يزول بالشك، قالوا هذه تدخل في جميع أبواب الفقه. وهذا صحيح، هذا ميزان عظيم لنا في هذا الباب، بأنك إذا لم تجد دليلا دائما تقول ودليلي في ذلك الأصل. الأصل معضد لك، فأنت دائما الأصل تقول الأصل لابد له من محرك حتى نقول ونعتمد بعض الأحكام التي نتكلم بها. هذه المسألة في الاستصحاب، وهي حجة، والحق بأنه خلافا للأحناف أن الاستصحاب حجة لابد أن نعمل بها. الاستصحاب حجة لابد أن نعمل بها، لا سيما أننا إذا عدم الدليل فالاستصحاب هو الذي يمكن أن يعني نعتمد دليلا. قاعدة التي تليها قاعدة النافي للحكم يلزم الدليل، النافي للحكم يستلزم أو يلزم الدليل. بمعنى، وهذه قريبة منها، بمعنى أن نقول الحكم الآن ثبت بدليل، فإذا ثبت الحكم بدليل لا يمكن لك أن تنفي هذا الحكم إلا بإيش؟ إلا بدليل، إلا بدليل. وهذا أيضا قريبة من هذه القاعدة السابقة. الأصل في هذه القاعدة النافي للحكم يلزمه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى إذا ثبت حكم لا يجوز لك نفيه بحال من الأحوال، إلا أن تأتي بإيش؟ إلا أن تأتي بقرينة، إلا أن تأتي بدليل. التوضيح في ذلك: البينة المدعي واليمين على من أنكر احتج به جماهير أهل العلم على أن النافي للحكم لا يقبل قوله إلا أن يأتي بدليل، أن النافي للحكم لا يقبل قوله إلا بدليل. وهذا قاله جماهير الفقهاء والأصوليين في من المتقدمين وأيضا المتأخرين. وأيضا عندنا يعني الآيات التي تثبت ذلك بقول الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. قال الله تعالى منكرا عنهم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ما عندهم علم بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قص علينا رجلين من بني إسرائيل، قصة الرجلين من بني إسرائيل، لما مر على رجل قال اتق الله استغفر الله، فقال له الرجل: دعني خلني وربي. ففي الثالثة قال: لا يغفر الله لك أبدا. فجمعهما الله تعالى، قال: أكنت بي عالما؟ تقدم بين يدي الله هنا الآن، أكنت على ما في يدي قادرا؟ غفرت له وعذبتك. هذه ظاهرة جدا في هذا الباب،
بأن الأمر بأن الإنسان إذا ثبت حكم لا يمكن أن يزيله إلا بدليل. ولذلك قال الله تعالى في علاه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به. طبعا لا برهان به هنا ليست المسألة على المنطوق المفهوم، يعني ما أحد يفهم من هذه الآية أن هناك مفهوم أنه ممكن إنسان يدعو مع الله بدليل. حاشا لله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه لفسدت. يبقى معنى ذلك هذه صفة كاشفة، والحال أن الذي يدعو مع الله إلها آخر ليس له دليل. يبقى إذن ألزمه الله بأن يأتوا بإيه؟ بالبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دللوا على ما تقولون. وهذا الذي قاله في المناظرة العظيمة التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود، لما جاءت السفسطة من النمرود عندما قال له إن ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، وهو حقا لا يحيي ولا يميت، هو فقط حكم على ذلك الموت والثاني أبقى. هذه سفسطة. ولذلك لما وجد إبراهيم عليه السلام أن المسألة سفسطة وأن المسألة ليست على الأرض صلبة، قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت إيش من المغرب. ائتي بقى بالدليل الآن على ربوبيتك، هذا دليل ربوبية ثبت الله على دلائل ربوبية ثبت بعد الشرع، ثبتت بالآيات الكونية والآيات المتلوة. ائتينا أنت بالدلائل على أنك. وهذا الذي كنت مع بعض الملحدين اللي هو الشباب ده، قلت له هذا الكلام. هو لما قال لي: من صانع الكون؟ إيش عندك من الأدلة؟ قلت له: هو قال أنه خالق الكون. قال لي: بس هذا الدليل؟ يعني أنا الغباء مستحكم. هو يقول: أنا أريد أن أنظر مقدمات ونتائج. قلت له: الآن هذا عندي بالنسبة لي هو الدليل، هذا زعم. أنت كذب الزعم وأتيني بإيش؟ بالمضاد. وطبعا كل ذلك بينبني أمري على مين؟ على إبراهيم. النمرود أفهم منه، يعني هذه مسألة أعجب من العجب. النمرود لا لم يعارض إبراهيم في هذا، ويقول له: لوازم الربوبية التي تتكلم عنها التي ادعاها ربك أنا أدعيها. فادعاها في أول مرة سفسطة، وفي الثانية سقط فيها لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها أنت. يبقى هذه دلالات ربوبية، ائتي بها، فلم يأتي بها. فذلك أنا قلت له: ائتني بأحد يزعم هذا الزعم غير هذا الذي زعم الإله الذي زعم بذلك، أو ائتني بأدلة على أن الشمس لا تشرق هذه من المشرق في المشرق وتغرب من المغرب، ائتني بأنها من الطبيعة، هات بس أدلة بذلك. سقط فيها أو سقط فيها. فهي المسألة أنه إذا ثبت حكم لا تستطيع أن تنفيه إلا أن تأتي بإيش؟ بدليل. وهو الله تعالى بيّن لهم، حتى بيّن لهم ذلك بالأدلة. قال: فادعوهم فليستجيبوا لكم. هذا الدليل هو: ادع من دون الله من شئت وترى بأنه يستطيع أن يرفع عنك الضرة وأتي بذلك. هاتي بالدليل، ما في دليل. وذلك الله تعالى قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أن الظاهرية خالفوا في ذلك وقالوا بأن ما دامت الأصل في الأشياء النفي والعدم وعدم الوجود، فلا يحتاج المرء إذا قال بالنفي أن يأتي بدليل. هذا كلام باطل شاذ، هذا كلام باطل شاذ، لأن الذي ثبت كما قلنا ثبت بحكم بدليل، فلا يعني نفيه لا يكون إلا بدليل. الدليل الرابع العرف، العرف أو العادة فهما سواء. يعني وذلك القاعدة الفقهية دي مستنبطة من الأصول، هي قاعدة مشتركة بين الأصول وبين الفقه وبين القاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، اللي هي العادة محكمة، العادة محكمة. لكن احنا عندنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، لأن أنت تعتمد عليها في الأدلة. بل أنت ترى كثير من الفقهاء في كتب الفروع الفقهية كلها معتمدة في مسائل معينة لا تجد لها حلا في او دليلا او اشاره من الكتاب او من السنه، الا ان تجد ان العرف ايش حاكم. بل السلام حكم العرف في كثير من المسائل، وهذه الحديث الذي تراه يعني اصلا في هذا هو حديث هند بنت عتبه عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت عن ابي سفيان، قالت: انه رجل شحيح مسيك، لا استطيع ان انفق على نفسي ولا اولادي الا ناخذ بغير ما بغير ان يدري بغير علمه. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كشف ذلك هذه فتوى ليست المحاكمة، ولا عشان ما يقول قضى وكيف قضى على غائب، هذه كانت فتوى فأفتاها بذلك. وهذا فرق بين الحكم العام وبين الفتوى. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إن كان على ما تقولين، يعني هذا المعنى، مش لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا نصا، لكن قال: إن كان على ما تقولين، قال: خذي من ماله، طيب ما يكفيك وولدك بالمعروف. حال المسألة على إيش؟ على العرف. العرف يومك كم تكتفي في النفقة في اليوم، فخذي منه، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هذا تصريح. طبعا احنا ده الآيات، لكن انا بنتكلم على الأصول السنية. السنة الآيات عندنا ظاهرة جدا، قال الله تعالى: خذ العرف وأمر، خذ العفو وأمر
بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال وأمر بالعرف بما يتعرف عليه الناس. لذلك أنا أقول من السنة أنك إذا دخلت بلدة وجدت الناس لهم أعراف معينة فلا تغيره، لا تخالفه. تدخل أنت دخلت يعني تدخل بلدة ما يلبسون إلا القميص أو قل ما اسمها، لا الدشداشة عند الخارجين وعند إخواننا المغاربة الإيه الجلباية، صحيح ما يلبس إلا هذا الرداء. الأولى سنة ألا تلبس إلا هذا الرداء، لابد أن تنزل على عرفهم. كان إذا نزل تميم تمتم، تكلم بنفس اللفظ نفس اللغة، هذا الأصل حتى لا تكون يعني من أهل الشهرة في هذا الباب، والنفرة أيضا تكون مع هذا. فالعرف حاكم في هذه الأبواب ما لم يخالف الشرع، الضابط الشرعي في هذا الباب العرف حاكم في كل أحواله ما لم يخالف الشرع. ولذلك في الحديث، وهذا الحديث أصلا كما قلنا مرفوع ضعيف جدا وهو موقوف صحيح، ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يبقى ما رأه المسلمون حسنا من الأعراف والعادات التي يتمسكون بها أنها حسنة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي للمرأة الحائض، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء وكما يطرن لميقات يعني حيضهن وطهورهن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم النساء الحوائض إلى أصناف ثلاث. امرأة تعرف الحيض بالدم، قال الدم أسود يعرف أو يعرف يعني له رائحة معروف، فحالها على إيش؟ على المعرفة بمسألة التمييز. وامرأة هي ما تعرف التمييز لكنها تحفظ العادة، فقال ارجع إلى عادة نسائك لداتها، يعني تذهب إلى المرأة التي تتحيض أمها تتحيض ستا خمسا أربعا تتحيض من ذلك. وامرأة لا تعلم، هي لا يأتيها الدم إلا على وتيرة واحدة لا تمييز لها، وأيضا نسيت عادتها فلا تحفظ عادة والدم مستمر عندها. فهنا نسلم في الدم المستمر عادها على إيش؟ عرف لداتها، العرف عرف البيئة البقى. وذلك قال نسلم تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء، عادها على عرف النساء على عادة النساء. غالب النساء لا تزيد عن ستة أو عن سبعة، النادر بقى اللي توصل 15 أو عن زكاة امرأة ما بتحيض شهر وشهر، هذه مش امرأة، هذه تطلقها أحسن لك، هذه لا تعيش معها أفضل لك، يعني هذا أفضل أنك تقول لها الهرمونات الرجولة ولا الذكورة أكثر فتنقلب أفضل لك. لأن مش ممكن تجد امرأة بهذا الأمر، حتى 15 يوم 15 يوم صعب جدا أن تجدها في امرأة، لأنها ما خلقت إلا لتعبد، وأفضل العبادات على إطلاق الصلاة أتمنع من صلاة 15 يوم، هذا صعب جدا. إذا هذا الذي حدا بي أن أقول إن أقصى مدة للحيض 15، ولم يرد الدليل الصريح على ذلك من السنة النبوية، لكن هذا الأصول الشرعية تأبى أن تزداد المرأة على ذلك لأنها ما خلقت كما خلق الرجل إلا للعبادة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت ناقة البراء دخلت على حائط على بستان فأفسدت الزرع الذي فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحيطان بحفظها بالنهار وقاد على أهل المواشي بحفظها بالليل. يبقى إذا أفسدت ليلا فالضامن من؟ صاحب المشية، لأنه لابد أن يحفظها ليلا. لو أفسدت نهارا يبقى صاحب هدر، ليش؟ لأن صاحب الحائط لابد أن يحفظ يعني بستانه في هذا الوقت. يبقى رجعها للسلام هنا لإيه؟ للعرف. انزل للناس جميعا وفي دكان مغلق مثل في الليل وجاءت دبة كسرته وأفسدت ما فيه، يضمنوه قولا واحدا. أما إذا كان الرجل الدكان موجود والدبة ماشية بجانب الدكان وهو ترك الدكان حتى ما جلس بجانبه، يعني أومأت بذيلها فكسرت شيئا، لا يضمنونه، لم يقول أنت عليك أن تحافظ على هذا. العرف حاكم في هذا الباب. إذن مسألة العرف معتبر في الشرع. نعم الحق أن جماهير الخلف جماهير السلف والخلف من المتقدمين والمتأخرين قالوا بأن العرف يعني يعتبر وأنه حاكم وأنه دليل من الأدلة التي يؤخذ بها ما لم يخالف شرعا، بالضبط ما لم يخالف شرعا. وإن كان بعض العلماء يرى بأن العرف ليس بحجة، وهذا كلام فيه ما فيه من الضعف، لا سيما أن الله تعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف، وقال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، متاع بالمعروف وذاك النفقة لينفق ذو ساعة من ساعة، يعني المسألة على العرف. وقد نقول العرف هو العادة الجارية بين الناس، العرف هو العادة الجارية الغالبة المستحكمة، العادة الغالبة الجارية بين الناس، ولذلك يقولون العادة محكمة، وهذا بضابطه إن لم يخالف الشرع فهو معتبر وهو حجة ويعمل به. وهناك أعراف جاء الإسلام بهدمها فلا يعمل بها، لأنه وإن كانت أعراف بين الناس الله 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 لم يقبلها، الله جل في علاه جعل الشرع يأبى هذه الأعراف، لأنه حتى اعتبار العرف هذا لو نظرت له الشريعة تنظر لمسألة مهمة، إيش هي المسألة المهمة في اعتبار العرف؟ هو طبعا العرف لما يعتبر الشرع
ممتاز، مراعاة المصالح، مراعاة المصالح في هذا الباب. فإن كانت الأعراف التي اعتاد عليها الناس تؤدي إلى مفاسد، يبقى إذن الشريعة لا تنظر إليه، لأن الشريعة جاءت بإيش؟ بالمصالح، بإثبات المصالح وتكسيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فهنا العلماء يقولون هناك أعراف جاء الشرع بإلغائها، فإذا جاء الأعراف جاء الشرع بإلغائها لابد يقينا أن تقول هذه الأعراف إيش؟ تصل إلى المساوئ. مثل قد تعارف بينهم أنه لا يقترض قرض أحد فيزيده أجلا إلا ويربي، الربا، والربا هذه مهلكة ليست بعد مهلكة. لذلك الإمام مالك كان يقول بأنه لو أقسم رجل على امرأته بالطلاق أنه ما في ذنب يداني ذنب الربا، إذن لا تطلق امرأته. يعني يقول امرأتي طالق لو لم يكن ربا هو أعظم الذنوب، يعني خلى الشرك، يقول امرأته لا تطلق. عنده دليل، دليل واضح جدا، لأن الخمر وإن كان الله على الأقل فهل أنتم منتهون، وأيضا الزنا وإن كان جعل فيه الرجم وجعل فيه الجلد، لكن لم يذكر عن ذنب قط بأن فيه الحرب إلا في الربا. قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وحرب. وذلك الحديث عن ابن مسعود، الحديث هذا ضعيف مرفوع موقوف، يعني صحاح حسنه مرفوعا الألباني وغير الألباني رحمة الله عليه، ولكن ندين الله بأنه ضعيف، اللي هو درهم واحد زنا أشد من 36 زنية، أيسارها أن ينكح رجل صابفين بقى بعدها، أيسارها أن ينكح رجل أمه، ده هذه أقصى ما يصل إليه الإنسان من حرب. النبي صلى الله عليه يقول لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ولو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه لوجد في أمتي من ينكح أمه. هذا أقصى مسألة الإنسان، فأقول أيسرها، هذا شذوذ في المتن، هذا شذوذ في المتن، لكن يقال للناس من أجل إرعاب الناس عن هذه القضية الخطيرة جدا، قضية الربا. فجاء الشرع مع أنه تعارف أهل الجاهلية جميعا في مسألة الربا ألغاه، بل نحن نقول أهل الجاهلية ألغوا هذا العرف أصالة، عند التعبد ألغوا هذا العرف، لترى أن الركيزة الشرعية جاءت في المصلحة. كيف؟ وين؟ بسرعة، ممتاز. عند بناء الكعبة ستة أذرع من الحج لم يدخل في الكعبة، ليش؟ قال إن سلم تقاصرت بهم النفق، هل تقاصرت وهم ملوك العرب ولهم ما لهم من الأموال؟ لا، هم تعاقدوا على أنه لا يبنى البيت إلا بمال محضية الحل، إلا بمال الحلال، لا ربا يدخل فيه بحال من الأحوال، فهو ملغى. أيضا جاء الشرع بإلغاء شرب الخمر، شرب الخمر أنهارا، فجاء هذا عرف وألغاه الشرع، ألغى الشرع المناكحات المعروفة اللي هي في السيادة والشهرة، المرأة تريد أن يخرج ابنها يعني للناس سيدا، فتأتي إلى أعظم الناس قدرا في القبائل فيتزوجها فيجامعها، ثم بعد ذلك تطرح نفسها على أكثر من رجل، ثم بعد ذلك تنسبه لواحد من أشراف العرب. كل ذلك جاء الشرع بإلغاء مثل هذه الأعراف. طيب العرف أيضا يعني مثمر جدا، وكما قلنا بأنه الأصل في ذلك، تعرف الناس على أمور وقد ثبت الشرع باعتبارها لا إلغائها، تعرف الناس على الأعياد وغير الأعياد بالتوسع في النفقة وإظهار الفرحة والسرور، هذه عبادة وهو أيضا من باب العرف. أيضا من ذلك من الأعراف التي جاء الشرع باعتبارها البيع بالتعاطي. أنت لا يمكن أن تقول بأنك إذا دخلت تمشي مثلا، أنت تريد تركب التاكسي أو السيارة من محطة مصر إلى سيدي بشر، صحيح؟ لا يمكن أن تقول قف هذه السيارة ما نوعها، يقول لك هوندا، يقول والسكان يمين ولا يسار، وأنت الآن أنا أريد أعرف كم كيلو ستمشي وفي كيلو تأخذ مني كم وأجرتك كم، هيعمل إيه؟ هيعملك بنزين للعربية. يعني مش ممكن أي واحد هيقبل منك هذا الكلام، هو متعرف عليه، أنت بتفتح الباب وتدخل وتنزل، وإذا نزلت سيدي بش يعني بتعطيه المال، ممكن تختلفان في إيش؟ في جنيه، في جنيهين، صحيح ولا لا؟ لكن متعارف أن هذه المسافة تقطع بكذا، فتكرم أنت أو لا تكرم، تعطي بالمقدار أو تكرم، هذا أمر إليك، لكن هي معروفة. يعني أنت لو قللت عن المتعارف عليه تجد الثورة عليك شديدة، فهذا متعارف على بين الناس وعلى العرف، جاء الشرع أيضا باعتباره، وكما قلنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا قلنا بأن رجل قال أوصيت ببنايتي التي على البحر لأولادي، ثم بعد ذلك مات الرجل، رجل كتب الوصية، هو جد كتب الوصية لأولاد أولادي، لأنه عنده أولاد، ولد الولد لا يرث مع وجود الولد، معروف من أدى بوارث فلا يرث معه، دي قاعدة في الفرائض معروفة. أما بقى اختراعات الوصية الواجبة والكلام هذا ليس من الدين،
طيب فهو محجوب، لكن هو الجد لما علم ذلك كتب وصية لأولاد، قال لأولاد أولاد لولدي وأولاد ولدي فلان، طيب كتب لهم هذه البناية. الرجل هذا كان قد أنجب ذكورا وإناثا. العرف يقول عندنا جميعا لما يقول الأولاد يقصد بمن؟ الذكور، لا يدخل الإناث، لا يدخل مع الأولاد، فالعرف حاكم هنا. يبقى إذن الوصية كانت للذكور لا لا للإناث. كأن رجل مثلا يقول والله أجلس أمكث شهرا لا أكل لحما، وكل يوم يأتيه سمك بأنواع المختلفة يأكلها، لا يحنس، لأنه في عرف الناس السمك لا يسمى إيش؟ لا، مش ممكن يسمونه لحما، صحيح ولا لا؟ مع أن الله سماه إيش؟ لحما، لحما طريا، تستخدمون منه لحما طريا. فهنا العلماء يقول العرف هنا حاكم يفسر به القول، فالعرف حاكم في هذا الباب. لو كان في مثلا أنت في منطقة من المناطق وأن المرأة إذا قال لها ارحلي يعني اتطلقي، هنا ما نقول إن هذا كناية، ممكن نجعله في الصريح، لأنه العرف هنا حكم بأن هذه الكلمة تعرف أنها للطلاق. أيضا من ذلك المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلو كان رجل أو شركة إن اشتريت منها شيئا المتعارف عند الناس جميعا، هذه الشركة إذا باعت تبيع وتأتي بالسلعة إلى المنازل، هو حتى هو بيكتب لك لافتة عظيمة والتوصيل للمنازل، فهذا عرف. فإن اشتريت فلم يوصل لك المنزل لك أن تضمنه ولك أن تفسخ، لأن هذا عيب تفسخ به البيع، مع أن العقد بعام بالخيار ما لم يتفرق وقد تفرق، لكن نقول هنا شرط في مقتضى العقد تعارف عليه أنه يوصل إلى المنازل، فإن لم يوصل المنازل فلا يصاحب حال من الأحوال. أيضا من ذلك العلماء يضربون مثلا في مسألة الأعراف، وهو تضمين الصناع، تضمين الصناع، أن تضمن الصانع تعطي له ثوبا، وهذا الثوب مثلا حدث فيه شيء تقول فرطت أو لم تفرط أن تضمن تضمينه حتى بعد غير التفريط. طبعا الشافعي يأبى ذلك، هذه مسألة فقهية أنا فصلت فيها القول قبل ذلك، لكن أنا أردت أن أبين أن هذا من باب العرف. العرف الآن سائد أن الصانع إن لم تضمنه خلاص فرط ولم يمكن أن يهتم بحاجاتك بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لباب القواعد الأصولية. نعم، بس احنا بنتكلم على انه عرف اللفظ، لما قال انا اوصي لاولادي، فالولد في عرف الناس انه الذكر لا الانثى، ما يدخل في ذلك، لكن هي ليست المساله على ان هو اجحف على البنات، لكن هو لو قال اوصي لاولادي فانا عايز اصرح بقى لان الاولاد كل الاولاد يدخل فيه الولد الذكر والانثى. العرف هنا يفصل لنا ان الولد لا يطلق الا على الذكر.